الآن في بلدة بديتا بجبل الزاوية جنوب إدلب استهدفها الطيران المروحي التابع لنظام الأسد الإرهابي بعدة غارات جوية بالبراميل المتفجرة والغام البحرية، أدت إلى حرائق كبيرة ودمار كبير في الممتلكات السكنية. الآن لحظة وصولنا إلى المنطقة، لا نعلم إذا كان هناك ضحايا أو لا. أغلب الأهالي يحاولون الآن الهروب من البلدة نتيجة قصفها. دفاع مدني يبحث عن الضحايا. الطيران المروحي في الأجواء، ما يزال الطيران المروحي والطيران الحربي في الأجواء. هذا الحال تعيشه قرى وبلدات رياف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي بشكل متواصل منذ عدة أيام. الغارات الروسية وغارات طائرات النظام لا تهدأ على هذه المناطق، شهداء وجرحى بشكل مستمر، نزوح آلاف العائلات من قراهم وبلداتهم نتيجة هذه الغارات. احسم احسم على اغلب احسم يا شباب. الله اكبر. الآن وبعد دقائق من التنفيذات التي نفذها طيران المروحي على قرية بديتا، ينفذ الآن على بلدة إحسيم في جبل الزاوية أيضا بقرب من قرية بديتا. دمار كبير خلفه الطيران، ربما لا نستطيع مشاهدته في الكاميرا بسبب الأجواء الليلية. ما يزال الطيران المروحي، عدة طائرات مروحية في الأجواء، إضافة إلى ذلك طائرات للحرب الرشاش والحرب الروسي. كأنها القيامة في إدلب.